إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. دايماً اللي عايز يقلل من وزنه، الأطباء وأخصائيين التغذية بينصحوه يقلل الكربوهيدرات في أكله، النشويات يعني. هل كل النشويات أو الكربوهيدرات ضارة ولا في كربوهيدرات مش ضارة وممكن يسمح بيها في النظام الغذائي للي عايز ينزل من وزنه؟ الحقيقة إن في عندنا نوعين من الكربوهيدرات، كربوهيدرات ضارة وكربوهيدرات نافعة. طب إيه الفرق بينهم؟ ليه دي ضارة ودي نافعة؟ في عندنا نوع من الكربوهيدرات أو النشويات بنسميه الكربوهيدرات الكاملة، ودي معناها إنها غير معالجة، يعني ما زالت بتحتفظ بالألياف الموجودة فيها بصورة طبيعية، وهي دي الكربوهيدرات المفيدة أو النافعة. أما النوع الثاني من الكربوهيدرات اللي هي تعتبر ضارة، اللي هي الكربوهيدرات المكررة أو المعالجة، يعني معالجة بشكل ما بينزع منها الألياف والعناصر الغذائية الهامة، وبالتالي بيخليها سعرات حرارية بس من غير أي فايدة غذائية، يعني بتحتوي على كربوهيدرات وسكريات ترفع السكر في الدم بسرعة وبعد كده بينخفض برضو بسرعة، وبالتالي هيحسسك بعديها بالجوع ويخليك تاكل بشراهة. الكربوهيدرات الكاملة أو النفعة زي إيه؟ زي الحبوب الكاملة، زي القمح والشوفان والفاصوليا والبقوليات، الشعير، البطاطس والبطاطا والخضروات. أما الكربوهيدرات الضارة اللي هي المعالجة اللي بنعتبرها ضارة علشان بترفع السكر بسرعة وبتزود الوزن بسرعة، زي الدقيق، المعجنات والمشروبات اللي عليها سكر. الكربوهيدرات المكررة أو المعالجة دي الدراسات قالت إنها سبب رئيسي في تطور مرض السمنة والسكر. أما الكربوهيدرات الكاملة فهي غنية بالعناصر الغذائية الهامة والألياف اللي بتحسن عملية الهضم، وكمان ما بترفعش السكر في الدم بسرعة وما يخليكش تشعر بالشراهة أو الجوع بسرعة بعديها. وبالتالي الكربوهيدرات النافعة اللي فيها الألياف والعناصر الغذائية دي بتقلل من أخطار السمنة ومرض السكر، غير إنها بتحتوي كمان على فيتامينات ومضادات للأكسدة ومواد محفزة لجهاز المناعة. اختيارك لنوعيات أكلك طريقة مضمونة وأكيدة علشان تقدر تتمتع بصحة جيدة ووزن مثالي ومناعة تحميك وتحافظ عليك. نتمنى لكم كل صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك.